قررت النهارده ادي رانا بريك ونعمل سحور البواقي، يعني الحاجات اللي باقيه معانا من اول رمضان كده نروح جاي مجمعينها وعاملينها ايه على مره واحده. جبت شويه بتنجانولي كده ورحت جاي مديها تقطيع مع شويه ملح عشان ما تتبلش، وعلى طول رحت جاي نازل فيها في زيت حامي كده زي ما انتم شايفين. الله الله الله، يلا بقى هات لي شويه البطاطس الباقيين كده، ويلا برضو لحد ما ايه اول حاجه تتماسك كده ويلا نصفيها. الله على الحلاوه والجمال. يلا بقى ايه، لقيت حتتين ستريبس بالعدد بتوابل فاو سيكريت الاصليه، يلا بينا نسويهم. وعلى الايه الزيت الموحوح على طول، لقيت كمان حتتين بروست قطعة يا جماعة، قطعتين حلوين يمشوا الدنيا. سحور بروست، اه بروست عادي يا جماعة طالما موجود هنتسحر بيه. يلا نديله في الزيت والتتبيلة، الله الله، يلا بينا نسوي. ويلا بينا بقى شوية الطعميات، الله سوينا الطعميات مع شوية اونيون رنجاتي، وابدأ نفرش على طريقة قرمة فاهمي كده، ننزل بالبطاطس الحلوة وراها على طول بتنجان. الله الله، يلا بقى حط لي كده الاونيون رنجاتي الطعمياتي البروستاتي، ويلا بينا النادي رانا عشان نتسحر. يا مساء الفل يا رنوشة، والله معودة الأيام وعامل لك بصي السحور بواقي طعمياتي. مش انت اللي عاملها دي؟ لا لا، اصل طعميه بنت ناس قوي. لا شكلها حلو. حلوه جميله. خشي لي قولي لي رايك. لا بجد والله تحفه. هو الاستريبس بقى ده احلى من الطعميه بصراحه. ايه ده؟ كان بقى اربعه عملت لك اتنين واتنين. على السحور والله العظيم حرام عليك. حلو قوي، بس احموه بقى للصبح. مشكلة، المهم نخلص اللي في الفرن. خشي لي في البتنجولي شوية كده، حاجات كده، شوية بهارات، شوية تتبيلة فاو سيكريت، هتظبط الشغل. ماله بتنجان بقى؟ وحش قوي. وحش قوي؟ الله طلع لك صوت يا رنا، انت من ساعة عملتي لأمك الأكلتين خلاص. شفت نفسي خلاص بقى الشيف. بطاطس شكلها يشهي الصراحة. هاخد بالجوز. جميلة اه والله. اخر حاجة معايا دي بقى كنت مخليها للاخر عشان احل بيها. الله، دي كفر. اوه ودنك معايا. اوه الله ناعمة قوي يا عيني. شوية بطاطس بقى، ايه نعمل سندوتش كده عشان ايه نظبط الشغل، عشان بس ما يحصلش ايرور في البطن. عشان ايه؟ ما يحصلش ايرور في البطن. الساعة كام دلوقتي بس عشان نعرف احنا في انهي ليفل؟ 3:30 على السريع بقى. لسه معانا وقت. بص انا عاجبني العيش ده قوي. فانا ايه؟ ايوه ثانية واحدة. جاي تنامي هنا عشان شوية بطاطس، شوية بتنجان. اللي الناس مش عارفين انا ما باكلش طعمية خالص. عالمي عالمي. وانا ليه عطشت؟ ايه ده؟ ايه ده يا ابو الفوز؟ خشيلي في حتة البروستاية. اتفرجي يا رنا اتفرجي. حتى زوتة هتموت وتاكلها. بروست خطيرة. شوية بطاطس، حتة ستريبس، حتة بتنجان. نسمي الله. والله رنوشة سحور مية مية، بس عايزين لنا بقى ايه 10 لتر مية وجردة الزبادي. صباح على خير، واهم حاجة ما تنسوش اللايكات والكومنتات. بتاعت مين؟ بتاعت الحاج. صباح على خير.